ليش يأخذوننا؟ إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. نحن لا نصيد السمك ولا نزرع. يقولون أنهم يهتمون بتربية الأبقار أيضا. لعملية الحلب الآلي مزايا عديدة، منها حلب أكبر عدد من الأبقار بأقل وقت ممكن، والحصول على إنتاج حليب جيد ونظيف بأقل مجهود، والمرونة المتوفرة لدى القائمين على عملية الحلب من ناحية الحركة والسيطرة على الحليب. كذلك إمكان ملاحظة المشكلات التي تطرأ على الضفر، سهولة وضمان غسل أدوات الحلب بأقل وقت بالمواد المنظفة أوتوماتيكية، كذلك غسل الأبقار بأقل وقت ممكن. جميل. أين أحمد؟ رفسته البقرة أثناء الحلب. أرأيته؟ هنا أنتم في حماية كما ترون. سرعة قياسية وضمان أيضا. والآن دعوني أشرح لكم الطريقة الصحيحة للحلب الآلي. تفضل. غسل الضرع وتجفيفه جيدا ضروري للنظافة ولإحداث عملية التنبيه العصبي حتى تتهيأ البقرة لدر الحليب. رجعوا لطريقتنا. لا لا لا، وإنما يستخرج الجزء الأول من الحليب للحلب اليدوي، وذلك للتخلص من البكتيريا العالقة أو الموجودة بقناة الحلمة أو بطرف الحلمة. يتم الحلب الآلي للأبقار على أساس مماثل لعملية الرضاعة الطبيعية التي يقوم بها العجل، وهي عملية الشفط المتقطع من ضرع الأم. ولآلية الحلب خواص تشتمل على مستوى التفريق ومعدل النبض ونسبته، وهي مدروسة بحيث لا تحدث أضرارا لضرع البقرة، وفي الوقت نفسه لا تؤثر على سرعة تدفق الحليب من الضرع. تطهير وتعقيم الحلمات مهم جدا بعد عملية الحلب الآلي، ويمكن أن تستخدم مادة اليود والأيوزان وغيرها. ومهم أيضا تطهير الأكواب المطاطية الأربع وخطوط أنابيب الحليب بعد عملية الحلب، وبمادة تستخدم الصودا الكاوية والحامض لغسل خطوط الحليب للتخلص من المواد الدهنية الموجودة بالحليب والنظافة. هذه البقرة يجب أن تحلب منفصلة بعد الانتهاء من عملية حلب القطيع حتى لا تكون وسيلة لنقل المرض. كلام سليم. ما عندنا مثل ما هو عندكم، ينتقل الحليب من المزرعة إلى المصنع، ولكن دعوني أطلعكم على بعض التفاصيل المتعلقة بعملية النظافة. تصفية الحليب تتم عن طريق فلتر موضوع على خط أنبوب الحليب قبل نزول الحليب داخل تنك التبريد.
والغرض من تصفية الحليب هو التخلص من الشوائب المرئية وغير المرئية، أي الميكروبات. فالطريقة الفعالة للحد من نموها هي تبريد الحليب، ودرجة الحرارة المثلى هي 4.5 درجات. ويتم نقل الحليب من المزرعة إلى المصنع بعربات عليها صهاريج معزولة ومزودة بمضخة لتعبئتها وتفريغها. أخيرا، الحلب الآلي للأبقار أسرع وأنظف وأضمن.